مرحبا لكل الأصدقاء بصفحة مبدعو دبلس، ويسعد أوقاتكم ومساكم. نحن هي أول مرة بنحكي مع بعض فيها بشكل مباشر. بالعادة أنا ما بحب أنشر فيديوهات، بس هالمرة حبيت أحكي كلمة لكل اللي انضموا جديد لصفحة مبدعو دبلس سوريا، وخاصة للرائع المحب عاشق الدراما السورية، الدوبلاج السوري، وخاصة اللي بيحبوا الزهرة فينوس سبيستون، يلي أنا شفت عندهم شغف كتير كبير لشيوخ الكار يلي كانوا يشتغلوا من زمان بسبيستون، يلي ربينا كلياتنا على صوتهم. أنا رح لكم تابعونا بالصفحة بكل شيء جديد وظريف. طبعا هلا حنبلش نعملكم شوية تشويق، فلا تزعلوا. رح نحط لكم شوية صور، وبعدين رح نروح على المقابلات والكواليس اللي عملناها بسبيستون، ودائما حنبقى معكم على تواصل بيرضي خاطركم وبتحبوا. وعن جد شكرا شكرا لكل المحبين بالوطن العربي يلي عندهم محبة. أنا مستغرب، يعني أنا متفاجئ مثل ما تفاجئوا فيها كل الفنانين يلي عم حاكيهم بالدوبلاج السوري، انه عن جد يلي بيعشقوا بيحبوا الدوبلاج السوري محبة كتير كتير كبيرة. شكرا لكم، شكرا لانكم موجودين معنا بصفحة مبدعو دوبلاج سوريا. في عنا كتير شغلات وافكار كتير حلوة. تحية لكل الزملاء والفنانين بالصفحة، تحملونا لانه عم نحط كتير منشورات. رح نبقى معكم على طول بكل شيء جديد. شكرا لكم وكل المحبة من مبدعو دبلاج سوريا. دائما 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 المحبة تجمعنا. يلا باي، بشوفكم بعدين. باي باي، خلص يلا باي، عن جد باي باي.